تلاوت کلام مجید کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ مرصد محبوب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش فرمائیں. حافظ مرصد محبوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. كلهم آتي يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إن كل من في السماء والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا
آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت 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 وإذا البحار سجرت 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 وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت
فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم.